متابعينا بصباحنا، وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا نور، ورح نتجه نحن وأنتو إلى عالم التجميل والعناية بالبشرة، ونحكي عن أحدث التقنيات الجديدة للاهتمام بالبشرة، ورح نحكي مع على تقنية الديرمابن لعلاج البشرة مع سوزان أبو دان. أهلا وسهلا فيك خبيرة التجميل. صباح الخير سهلا. سوزان صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. كثير عم نسمع بالآونة الأخيرة عن الديرمابن، وقديش هي التقنيه مهمه للوجه والبشره، وقديش فعلا في لها نتائج فعاله، لانه بنسمع كثير عن تقنيات وبتتفاجئي بالنتيجه بالاخير. تماما، الديرمابين حقيقه هو هلا العلاج اللي اثبت علميا وتقنيا انه هو اكثر شيء عم يعطي نتائج حلول مضمونه وسريعه للبشره. يعني هو من اجمل التقنيات اللي ممكن هلا عن جد عم تعطي نتائج حقيقيه ومضمونه. يعني ما انه نحن عملنا جلسه وما ضمننا نتائجها، لا، الديرمابين حقيقه هو من اروع الجلسات اللي ممكن تكون للبشره. طيب خلينا نحكي الديرمابين شو بيقدم للبشره، كيف طريقه علاجه او استخدامه، كيف الطريقه اللي بتطرحوها فيها، وهل من جلسه وحده نحن فينا ناخذ نتائج منيحه؟ خلينا اول شيء نعقب على انه الديرمابين لحاله هو ما بيمشي الحال، يعني هو دائما اسمه ميزو ديرمابين. بالآونة الأخيرة عم نسمع انه ممكن الديرمابين ينعمل لحاله، فيني اعمل معه ميزو ولا لا؟ الديرمابين حصرا مرتبط بالميزو، والميزو عالم كثير كبير وواسع من التقنيات. يعني انواع الميزو هي الانواع الكثيره يلي ممكن نحن نعالج فيها البشره. يعني بيكون مثلا عندنا نحن المسام الواسع، عندنا الكلف، عندنا حب الشباب، عندنا في اكثر من نوع علاج للديرمابين. هلا المفهوم الديرمابين شو هو؟ اذا بدنا نشرح اكثر للمشاهدين شو هو الديرمابين، هو عباره عن جهاز بيكون مثل قلم، في لكل صبيه راس خاص فيها برقم معين حسب نحن شو المشكلة يلي نحن عم نشتغل فيها أو شو المشكلة يلي عم نواجهها للبشرة، نختار الرأس المعين يلي نحن بدنا نشتغل عليه. طبعا هو مشكلة وحدة بتحله، يعني ما فينا نحن نعالج عدة مشاكل؟ لا، فينا نعالج عدة مشاكل. هذا الشيء دائما انا بختاره بطريقه علاجي، انه انا لما بشتري الميزو من السوق انا ما بعتمد على شو اشتريت. نعمل خلطات معينه على ايدي، بخلط مثلا بين المسام الواسع والنضاره، بخلط بين اني انا بدي روح الكلف للصبيه والنضاره. دائما النضاره والهيرونيك اسيد هو الماده الاساسيه بشغلي، لانه اليوم الصبيه لما نحن عم نوزع الميزو على وشها وعم نشتغل عن طريق القلم اللي خاص هو جهاز الديرمابين، عم نشتغل نحن دائما هدفنا الاول والاساس او اول كلمه بتقولها الصبيه، عندي مسام واسع بس بدي نضاره، بدي لمعة على وشي، بدي وشي يرجع يضوي من جديد، بدي بشرة بيبي، بدي بشرة بيبي. فدائما النضارة والهيرونيك أسد هو الأساس بشغلنا. بس نحن فينا نخلط أكثر من مادة مع بعض ونشتغل على أكثر من مادة مع بعض لتعطي نتيجة واحدة، واللي هي اللي يعني نوصل الصبية للنتيجة اللي هي بدها إياها. طيب خلينا نحكي شو المشاكل اللي بيعالجها الجهاز وفعليا النتيجه كيف بتكون، لانه بالآونة الاخيره بتلاقي دائما السيده تفحص عن المثاليه، يعني دائما بدها بشرطه حلوه مثل البيبي ما فيها مشاكل، بس دائما يمكن المشاكل اكثر هي يا المسامات الواسعه يا البشره الجافه، يا بيقول لك بقايا مثلا حب الشباب او البقع. تماما. من خلال اختلاف المناخ عنا. هلا الحقيقه الديرمابين والميزو صار في عالم كثير كثير واسع منه. يعني تخيلي، في مثلا نحن طبعا المتعارف عليه انه لما الصبيه بتبلش بسن ال 18 19 20 ببلش بيطلع لها ممكن تغيير بالهرمون، فبصير بيطلع عندها حب شباب. تخيلي انه اخترعوا دواء بالميزو اسمه الكوزموريتان، انا عم بستخدمه هلا بالعياده. الكوزموريتان عباره عن 3 جلسات بتخلي اي شيء داخل الجلد يطلع لبرا ويبسوا الحبوب ويهروا لحالهم. لما نقول ريتان مثل نفس الدواء تماما، يعني بس الصبيه بتكون رافضه لفكره الريتان خوفا من ممكن مثلا عرس قريب او ممكن عندها بيبي او ممكن، فهذا بيجي كنوع من العلاج امن واختصار للوقت. واختصار للوقت تماما. في حالات بنوقف عندها بنقول لا ما فينا، الريتان هو الاساس او هو الدواء اللي بده يحل لك مشكلتك. هلا عندك كتير
كثير شائع بهذا الوقت وعم واجهه صراحة هو التصبغات. صحيح. يعني منلاقي عنا في كثير أنواع للتصبغ، منقضي طول الصيف بالشمس ومبسوطين ومسابح وكذا، ومننسى أنه نحن أشعة الشمس رح عن جد تعمل ضرر كبير. فممكن تعمل كلف، ممكن تعمل تصبغ عندك الكلف الحملي، فبهي الحالة بختار دائما مثلا نوع الميزو بيكون الفيتامين سي. الفيتامين سي هون كتير بيساعدني بالتفتيح وعم يعطي نتائج كتير رائعة وعم يساعد الصبايا انه يزيل طبقة الكلف تماما من على وجههم. نعم. سوزان خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة ونضويها لكل الصبايا والسيدات يلي بيهتموا ببشرتهم، يمكن بيروحوا على مراكز تجميل كتيرة بيقولوا لهم رح نحط لكم ميزو ومادة تانية هدول سحر رح تاخذوا النتيجة سحر، وفي كثير من المراكز هي للأسف تجارية. صحيح. في غش بالمواد ويمكن الناس ما كثير بتعرف تماماً شو هي التركيبات الحقيقية. اليوم خلينا هيك نضوي نحن كخبيرة تجميل، نضوي على أهم المواد يلي لازم إنه تقبل السيدة، وإذا في هي المادة ما لازم تقبل تدخلها على بشرتها، وماكسيموم كم جلسة بتستفيد، لانه بنرجع بنقول يعني الوضع التجاري صار قاتل بالبلد. تماماً. يعني كلهم يستغلوا هيدا كثير على سؤالك، لانه عن جد نحن اليوم بزمن خلينا نقول زمن التواصل الاجتماعي، زمن الانترنت، زمن يلي صار فيه دائما التسويق هو الشيء الاهم وهو الشيء اللي عم يضوي على حقائق كثير. او مثلا انا طبعا شهادتي مجروحه بحالي، او ما فيني انه انا زم حدا او امدح حدا او انه اقول انا منيحه غيري سيء. بالنهايه كل حدا درس شيء، كل حدا اختص بشيء. هلا انواع الميزو، او نحن نقول اهم فكره انا بدي احكي فيها، لاني انا كثير بواجهها. رفيقتي عملت كذا انا بدي اعمل مثلها، رفيقتي حطت الميزو كذا انا بدي احط مثلها، رفيقتي عملت تنظيف بشره، رفيقتي عملت كربون، رفيقتي اخذت. مو دائما صح شو عملت غيري يكون بناسب بشرتي، ولا دائما بناسب بشرتي. لان احنا حكينا فقط عن الديرما بين بالمرات السابقه، يمكن طلعت حكيت عن تنظيف البشره اضراره، كيف ما لازم نحن دائما انه فورا نلجا لفكره انه انا بدي اعمل تنظيف بشره، انا بدي اعرض وشي للبخار. فدائما انك انت تروحي لمكان صح او تختاري الحدا الصح هو شيء كثير اساسي وكثير ضروري، لانه بالنهايه هذا وجه، يعني هذا اللي عم نشوف انه المشاكل الشائعه. هلا اهم شيء مثل ما حكيت، اذا بدنا نحكي عن نضوي على انواع الميزو، بفضل دائما يكون مثلا مثل ما شرحت لك الهيرونيك اسيد هو الاساس. ميزو مسام واسع بفضل، يعني انا دائما الصبايا عندي بالعياده بورجيهم هي عبوة الميزو، هذا مصدرها، هي هتكون متأكدة، هي تكون مطمنة. عندك المسام الواسع، عندك الشد، عندك الندب يلي بيكون أثار حب الشباب بيعمل ندب. هلأ كيف فينا نعرف المصداقية ومن المو مصداقية؟ هي شوي بدها ترجع للمكان اللي أنت بتختاري صراحة، أو مو دائما نلجأ شو عم نسمع تسويق. يعني الواحد خلي يقول ياخذ من تجارب واقعيه اكثر، مثلا بالفعل شفت رفيقتي عملت عند فلانه واستفادت، وقتها ممكن اني انا اروح. والاهم من هذا كله، انا اخصائيه ولكن دائما الاستشاره بنظري الاولى والاخيره لازم تكون لدكتور اخصائي جلديه، وهو اللي بيدلك على الطريق انت شو لازم تعملي وشو الصح وشو الخطا. عشان هيك انا اخترت اني انا اكون بعياده مو بمركز تجميل. طيب خلينا نحكي معك كثير من الاخطاء الشائعه بيوقع فيها الصبايا والسيدات للحفاظ على بشرتهم، وبيسمعوا مثل ما قلتي دائما بقول هيدي النتيجة لأنه رفيقتي استخدمتها كانت ظريفة، جارتي قالت لي تماما، أختي استخدمتها. بس البشرات فيه نحن بنعرف مختلطة جافة دهنية. نصائح عامة لكل الصبايا والسيدات لحتى ما يوصلوا لمراحل فينا نقول سيئة عم يعانوا من بشرتهم، كيفية العناية بالبشرة. دائما بيقولوا لك رطبي، بس في كمان قصص لأنه مو كل الناس قادرة يمكن تجيب منتجات أو كريمات ترطيب، في بعض التفاصيل والقصص اليومية مهمة كتير للعناية بالبشرة. مزبوط. هلا أهم شغلة فينا نحكي فيها إنه كل معروفة أي صبية بدها تطلع بتحب تعمل تحط ميك اب كذا، هدول القصص. أهم شغلة إنك أنت عن جد ما تنامي بالميك اب، يعني هي مو نصيحة أي حدا بيطلع بيقولها، بس هي عن جد كتير كتير ضرر إنه نحن نقدر ننام بالميك اب، لأنه بيعمل طبقة عازلة مثل كأنك عم تقتلي بشرتك، مثل كأنك عم تموتيها. الغسول هو شيء كتير مهم،
يعني نحن ما فينا نعتمد حياتنا من دون ما بس نغسل بالمي. يعني أنا مثلا في صبايا بتكون بشرتهم جافة بقول لهم معلي ما بدك تجيبي غسول، غسلي بشامبو الأطفال ما عندي مشكلة، المهم يكون في شيء يعقم البشرة وينظفها. التعقيم مثل مثلا في عنا مواد معقمة وبالسوق جيدة جدا، عندك مثلا مثل مادة الهكزامدين هو معقم ممتاز للبشرة، بيخلي ما يصير في عنا أي مشاكل ولا حبوب، بيروح أكبر قدر ممكن المشاكل يلي منواجهها بالبشرة. الماسكات الطبيعية يلي بالبيت ممكن اللبن، كتير في أشياء يعني من الطبيعة. أنا دائما بحكي عنا ماسكات دائما ممكن بعرضهم أثناء شغلي، إنه في كتير أشياء عندك الخيار، البطاطا، اللبن، النشا، بياض البيض، هدول الأشياء إنك تعملي ماسك ترطيب بالبشرة بصراحة أهم بكتير من إنك تروحي تشتري من مركز تجميل. نعم سوزان، يمكن في نقطة لازم شوي نضوي عليها. أي حدا صبية هلأ كتير عم يعمل، نعم كلنا بنعمل بوتوكس فيلر ومنحط مواد شوي بوشنا، ميزو العناية بالبشرة، أي تقنية هل هي بتتعارض مع البوتوكس أو الفيلر؟ صراحة أو لازم عندك أو ما لازم نعمل؟ لا أنا من الناس يلي بيحبوا التجميل كتير صراحة. كلنا وايدين. يعني هو صراحة شوفي التجميل المبالغ فيه بشع، بس في كتير شغلات صارت جديدة متطورة علميا عم تعطي جمالية للمرأة بطريقة راقية حلوة تخليها ما تكبر، لأنه نحن النسوان دايما منخاف من عمرنا منخاف إنه نكبر. هلأ الفيلر مثلا في عندك مشاكل علاج الفيلر تحت العين، من 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 أجمل أنواع الفيلر اللي ممكن عن جد حل مشاكل حقيقية. البوتوكس أنا ما ضروري إنه أنا يكون عندي خطوط ومبينة إنه أنا كبيرة، ولا بعمل بوتوكس وبعمل فيلر وبشجع، ولكن اختار مثل ما شرحت دائما المادة الصح، وهن أبدا ما بيتعارضوا مع مواد. إذا عم نحكي عن الديرما بين ما بيتعارضوا مع بعض، المهم يكون فارق الوقت بيناتهم بسيط. يعني المهم بس إنه تخبر إنه أنا صار لي شهر بوتوكس، صار لي هالقد عاملي بوتوكس تماماً. ممكن يصير تماماً. في مشكلة. والميزو كمان نفس الشيء، والميزو كمان نفس الشيء. هلا ممكن أحيانا نكون مثلا عم نعمل توريد شفايف بالميزو، تكون الصبية حاقنة شوية فيلر بتمها، ممكن يعمل وزمة، فهي المفروض تشرح لي تقول لي أنا عاملة فيلر، أو أنا أو بالأحرى هو صار واضح أنا لحالي حعارف. بس يعني منحاول أنه يكون مثلا فارق الزمن بيناتهم على ما لا يقل عن شهر تقريبا، لحتى أنه ما نقدر نخرب الشيء اللي نحنا هي أوريدي الصبية شاغلة عليه، ولكن هن منطقيا وعلميا هن ما بيضروا مع بعض أبدا. أكيد بدنا نشكرك خبيرة التجميل سوزان أبو دان على وجودك معنا، ويمكن خطوات بسيطة وشوية التزام يومي بتقدر السيدة تحافظ على جمالها اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، وتشرفت اني اكون معكم. احنا اكيد تشرفنا فيكي سوزان، نهارك حلو يا رب. شكرا كثير لك.